معمل الآثار الخشبية، وده مختص بترميم وصيانة الآثار الخشبية المختلفة، سواء كانت أخشاب ملونة، مذهبة، مزخرفة. هنا لما بنبدأ نستلم أي قطعة عندنا 4 خطوات بنبدأ بيهم. الخطوة الأولى وهي الدراسة التاريخية، كل ما يتعلق بالأثر سواء لمكان اكتشافه، اتعرض لترميمات سابقة أو لأ. بعد كده المرحلة التانية مرحلة التوثيق، وهنا بنستخدم كل أنواع التصوير، زي التصوير بالأشعة فوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء، الأشعة الإكس راي راديوجراف اللي هي الأشعة السينية، التصوير ثلاثي الأبعاد. كل طريقة من دي بتدينا معلومة مختلفة. بعد كده بنبدأ في طرق التحليل للتعرف على مكونات الأثر. الطريقة الثالثة هي طريقة الإكسبيرمنتال ستادي اللي هي الدراسة التجريبية، ودي من خلال التعرف على مكونات الأثر بنبدأ نعمل زي ريبليكا مطابقة للأثر بمكوناته كلها عليها مظاهر التلف، سواء ترميمات سبع أو مظاهر تلف مختلفة، لاختيار أنسب المواد سواء مواد تنظيف أو مواد تقوية. بعد كده بنبدأ في مرحلة العلاج نفسها، ودي بتتم طبقا لكل أثر سواء حسب حالة كل أثر. على سبيل المثال في بعض الأوقات بنبدأ بالتنظيف، في أحيان تانية بنبدأ بتثبيت القشور المنفصلة أو الشروخ. بعد كده بنبدأ في تجهيز القطعة للعرض المتحفي لعرضها في المتحف المصري الكبير إن شاء الله 2020. أصعب الحالات اللي بتواجهنا حاليا هي الترميمات السبع اللي تمت بطريقة خطأ. عندنا على سبيل المثال بعض القطع بتجيلنا من مناطق مختلفة، التدخل فيها ممكن نقول أوفر شوية، بيبقى على الطبقات الملونة وعلى طبقات التزييف. بنضطر احنا في الوقت الحالي نشيل كل الترميمات السابقة دي، وحاليا بنستخدم طرق جديدة في إزالة الترميمات السابقة. المتحف مجهز بكل أنواع الأمان، سواء عندنا حاجات ماسكات وغيره، دي نقطة. النقطة التانية اللي معظم المذيبات والحاجات اللي احنا بنستخدمها دي ما فيهاش أي خطورة. بنستخدم الطرق الحديثة اللي هي بتقلل من المذيبات. على سبيل المثال بنستخدم في طرق التنظيف حاليا بعض الطرق اللي هي مستخدمة حديثا زي الجل، وده من مميزاته اللي هو بيحتبس المذيب، مش بيسبب له اللي هو يطلع البخار بتاعه مباشرة. احنا حاليا شغالين على مجموعة الملك توت عنخ آمون، ودي من أهم القطع الحالية اللي احنا شغالين فيها. عندنا 6 عجلات حربية، 3 أسرة جنائزية، دول لأول مرة بيتم ترميمهم. عندنا بعض التوابيت من الفيوم، حوالي 6 أو 7 توابيت شغالين فيهم برضو حاليا ترميم.